السلام عليكم، صباح الخير. اليوم السبت 20/2 46 ميلادي يوافق 24/8 24 ميلادي على الساعة 9. قد الشباب كانوا عندي أبو خالد وحسن الألمعي، كانوا عندي مشوا، وأمس ما شاء الله تبارك الله أمطار من الظهر أو من العصر لين الليل ما وقفت. شوف الطريق حق أبو خالد صبخة هنا أثر الأمطار. طالع من الفجر، أنا صليت الفجر وطالعت إلا في غيوم، قلت شكل في مطر، فرجعت رقت. يوم صحيت الحين الأمور طيبة، قلت خليني ألحقهم أشوف فينهم، ما أدري فينهم، دقيت عليهم ما ردوا، بس أروح أشوف فينهم ولا الغيوم راحت. لكن أمس ما شاء الله تبارك الله أمطار قوية على البرك والقحمة، وأظن إلين جزان أظنها إلين قنفذة إلين يعني رحمة عامة، اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر. يلا نبى نروح ندور لهم. والله يكتب الخير. بسم الله. ريحني افلح هناك. هذا يبغى ما في لك، والله ما في. قت قت يا امتحان ذا. خلاص يبغى شوف السيل هنا. البحر لونه بني من السيول اللي نازلة فيه. شوف السيل هذا من أمس. ألف له أوريكم إياهم قدام. ما شاء الله تبارك الله. شوف آثار آثار الأمطار. شوف السيل. شوف جاي لهنا السيل أمس. جاء من العصر أو المغرب. جاء المغرب يمكن تقريبا. شوف آثاره إلى فين. حتى البحر. البحر هناك اللون لونه زي السيل. شو باقي صغير ماشي ما شاء الله، اللهم لك الحمد، نعم الحمد لله والشكر. شوف إلى هنا وصل. هذه كان مزفلت كلها، شوف كيف كسر، هذه كسر مزفلت هنا، مناطق ذي طلع من هنا مع المحلات هذه. ما شاء الله ما شاء الله، تخيلوا السيل من الطرف للطرف ودخل هنا على الخور. الشجرة هنا كانت واقفة توها، شوف كيف شال المحلات هذه، اللهم لك الحمد. هذا في البرك كيف القحمة والحريضة وجيزان والمحلات هذيك. شو الأشجار، الأشجار برضو شال الأشجار معه. الوصل جهة الثانية ما شاء الله، عدل مع الكوبري يطلع ورا هناك، اللهم لك الحمد، الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. هذا الباقي منا، هذا الوادي حق ذهبان كله نهاية السيل يعني. ما شاء الله هذا الوادي حق ذهبان. شوف السيل طبعا فين وصل، وصل لين الشجرة اللي فوق. شفت كيف طيح الشجر هذاك، طيح جاء من فوق، جاء من هناك مع المحلات اللي هنا كلها، وهذا نهايته، اللهم لك الحمد. الدنيا كلها الوديان كلها سالت ما شاء الله. ما معنى نبعد عن طريق مزفلت اذا نبغى نصيد؟ ما يمدينا، الدنيا كلها صبخات. شوف المحلات اللي قريبه من ما نطلع مزفلت، اهم شيء لو طلعت كذا ولا كذا خلاص السياره صبخت وغرزت عليك. نفس الموقع اللي صدت فيه اخر مره، اللي طلعت معي عقمان صغيره، أجرب المنطقه هذه، لأننا طلعنا قاروص من عند اللوحة دي هو أبو خالد قلت لكم، فبجرب المنطقة هذه ممكن فيها قاروص، نجرب نشوف. بيلحقنا أبو خالد الحين، لكن بس بقى نجرب نشوف كيف الوضع، لكن على الله ما ينزل برضه. نجرب اللي ورا هذا، ما في شفة كذا، الله يستر ما تسخيط، الله يستر. ما ادري كيف الوضع، لكن ايش نسوي، ما معي الا ما حصل وحاسب بتصغير، لكن ايش نسوي. ما
ما اشوف في حركه، لكن احنا ما فينا فوق هذا ما يغوص. يا ابو خالد هذا هو مع حسن للمعي ابراهيم، لكن ما في شيء. حظه كويس ترى ابو خالد مع الجاروس ما شاء الله عليه، اذا في شيء مشيت له طالع. شارب حظك انت، حظك حلو مع الجاروس. بسم الله لان صدنا هناك اول عند اللاحي، ممكن انه هنا ها؟ عند الجبل ما في طريق، تسأل كيف تدخل في الخوف؟ ها؟ ما في. شوف يا ابو مقص هذا اللي حق المنقروف، هذه اليد حقته. كم لك ما نزلت؟ شهرين؟ شهرين لكن ما نزلت؟ ولا اكثر؟ شهرين ها؟ الله عليك، ما في ضرب هنا صح؟ لا. جربت هنا، هنا ما في، في لعفة لكن ما في ضرب عليه. في لعفة هنا تطالع في الزاوية هذه في لعفة. خلنا نشوف، يقول في جاروس شافها. مسكت كذا وفكت، اللي مسكت فكت ولا يقول شافها؟ ريحت شوية بس قاعد نتابع. بالله يا اخي كنا قاعد انا والله ضرب معاه وهتر. خليني اجرب معاه، خليني اجرب معاه لور، اجرب معاه لور. يقول واحد كبير هنا يمكن فوق 3 كيلو، فوق 3 كيلو لكنه ما هو راضي جسمه مسك معاه ونتر ما مسك نتر السوفت وفكه. خليني اجرب هذا فكرته قوية. كثير يجيب لعبة مرتين ضربة واحد كبير، ما هو بعيد قريب هنا، قريب مرة. الله يا رب نشوف. عقام هذا ايوه عقام، عقام يسمونه عقام، ما هو كناية ولا هو صهر، عقام يجيك ابيض. شعور ضرب الشعور على على اللور غريب. شعور بكية، اي شعور بكية حجم حجم رهيب ما شاء الله، شكلك شطرتها من جنب كذا ماشي، ما انها هي طردت ما شاء الله. شكلك فمها عقام. طيب شيلها من الشمس تندمج. يدق 20 جرام مرة هذه. جرب. ايش عقام؟ شوف معاك ها؟ ما شاء الله شغال على عقمان ها؟ اي عقام شوف شوف ماسك من الطرف. ما شاء الله السلامة على ذي. يلا ادفنها ادفنها احفر وادفنها لا تخرب ولا حطها في الظل ولا هناك في الظل، اخذها طاير رزقه. يا الله هو ان شاء الله، هو ان شاء
شاء الله هذا هو. يا الله يا رب ان شاء الله هذا هو قرص. قول يا رب خلنا نشوف. ولا بياض هو قرص ان شاء الله هو. اخيرا مسك ان شاء الله. يا الله يا كريم يا الله يا كريم ما شاء الله هو خالص قريبه وانا قرص. ايه ايه صغير ما نقص تلقى نعقال ولا بيضة فينه فينه ما ادري والله لا بيض ما ادري والله هذه ابيض كان بيض ها بياض ما شاء الله ما شاء الله حبة بياض ما شاء الله راح راح الله ابو خالد ما شاء الله اليوم بدع ايش هي هذه قضم ولا قز ها قضم ها لكن ما شاء الله حجمها طيب والله انبسطنا قلنا قرص ها كيف ايوه القرص جرتها ما يسحب بعيد وحله ينقز ما شاء الله ابو خالد بدع اربع حبات ها اثنين عقمان وبياض ها فين وعندك ما شاء الله شوف اللو هذا طويل شغل على هذا كله ما شاء الله زي اللي طلعتها من كساره نفس الاحجام ما شاء الله تستاهل ابو خالد فين هي حطيتها تحت الفلين ها لا لا انا اقول لك كيف احطها تحت الفلين ها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله له شهرين ابو خالد سبحان الله على جاي تور قاعد يصيد ربي رزق الله يرزق اكثر واكثر ان شاء الله قرص يجي هذا البياض الثاني مع ابو خالد ما شاء الله احجام طيبه هنا ولا جاي من الجنب جاي من الجنب هذه جاي من الجنب عشان كذا ثقيله ما شاء الله هذه الثانية اوه مع الزعنفة لا لا ماسكها مضبوط ايه مع بطنها كذا اقول اليوم يومك الله يجيب القاروس ان شاء الله يجيك ان شاء الله جيب الله خير هنا قريب ضرب بس ما شوف شوف اللور شوف اللور ها شغل على اللور هذا ما شاء الله كم هذا 130 ملي ذا 13 سنتي ايه حق قوريس كل ما يطلع في قوريس لكن يوم طلعت بيضات وشعور وعقمان الظاهر اني بحرك يمكن الحين 9:30 ولا 10 الشمس حميت وابو خالد لو بطيعها ما اطلع الا متاخر الله يرزقهم ان شاء الله يجيك القاروس الله يرزق الله يرزق ما شاء الله اليوم الصيد مع ابو خالد كمان نصيب يستاهل يستاهل الله يرزقه قد ابطا عن البحر لا شهرين واكثر مسك معي شيء مسك معي شيء ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله بياضه بياضه ابو خالد ما شاء الله لو هو ينقز برا ما هو يقول يا رب يكون هو قرص قرص يقول قرص يا الله يا كريم يا صديق يعني يقول لي انه قرص قرص ها هو ولا بياض ما شاء الله ايش الظاهر انه قرص هذا قرص ها يا الله تجيبه تلعبوا برا يا ابو خالد تلعبوا ما عندي قفازات ولا شيء كبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابو خالد بسم الله ما شاء الله بالله انه يزهمني يقول لي قاروس ما صدقته يقول لي قاروس ما صدقته اي والله حسبك تبغاني اقعد ما شاء الله انا اقول لك ابو خالد ما شاء الله عليه تخصص قواريس يا الله يا رب ها فين هنا جنبك ايوه هو
سلام. لا هذا الشيء الا اللي هو ان شاء الله. هو ما شاء الله. روح روح خالد روح. هذا القرص حجم ما شاء الله. اخيرا يلا يلا تجيبه ما شاء الله. روح روح يا ابو خالد روح. شوف ما شاء الله تبارك الله. يبغى يخاف يجي علي يجي لي عشان لا يجي لهوك فيا ولا ما شاء الله. هذا هو بيطلع هو بيسحبك هناك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابو خالد يلا ابو خالد يلا الله يجيبه يلا ما شاء الله. هذا فوق فوق 3 كيلو. اصبر 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 الا 2 كيلو ذا و 3 كيلو الساهل. ابو خالد راح راح اسحب اسحب الى برا. اه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تخصص ابو خالد تخصص تخصص ابو خالد ما شاء الله. كم ما شاء الله هذا يمكن 2 كيلو ها 2 كيلو عليها ما شاء الله. ما عاد يا اخي ابطينا عنها ما عاد نعرف وزنها. من اقول لك انا ما شاء الله تستاهل تستاهل. يلا لنا بالعافيه ابو خالد تستاهل والله. اليوم بدع ابو خالد الصيد عند ابو خالد احنا بس نتفرج احنا نصور بس. يا على بالعافيه والله كني انا اللي طلعتها. اي والله العظيم تستاهل تستاهل. كم ممكن بعد؟ ممكن يوصل ممكن يوصل قريب نوصل ما شاء الله ما شاء الله اللور ذاك بس ما شاء الله تستاهل تستاهل. يمكن 3 كيلو يوصل من 2 كيلو الى 3 ارفع اشوف سبع انت بلي اشوف ثقيل تحسه. اوه جت حدود 3 ذا اذا بطينا عنها ما عاد نعرف وزانها. اي والله اذا بطينا عنها ما نعرف بالقرص والله ما يجينا بوجودك الله يسلمك. لا والله ما شاء الله عليك الساهل. ترني شلت قرابك عبيت اتراب ذي. ايه اقول لك تبغى تفلح. لا يمشي اللي قال لي قرص نرجع. صدق انه فوق 3 كيلو يوم شلته والله اتوقع انه فوق ذا. جاب لور جاب لور ذي نفس اللور اللي طلع عليه. شوف ما شاء الله ما شاء الله اتوقع انه 3 كيلو. هذه بيضات صيد ابو خالد ما شاء الله والقاروص ما شاء الله اثنين عقمان ما شاء الله تبارك الله. يستاهل يستاهل ابو خالد الله يرزقه. جبت مويه الله يوفقك ما شاء الله عليك يا ابو خالد تستاهل. اوه الشعور نسيت منها نسيت منها. ها هذا الشعور ما شاء الله. كم 6 حبات ابو خالد طلعت؟ 6 حبات ما شاء الله. وحسن برضه الله يرزقه لما اللي يقدر على البحر. شعور بكية هذا في نقطة نشوفها بس حبة طيبة ذي حجمها كبير يعتبر ذي. لا بالعكس ذي صغار كذا كفوف. خذا خذا ابو خالد ما شاء الله تبارك الله بسم الله الله يوفقك والله مويه تكفى. ها لا لا تسلم ولا شيء ولا شيء ابو مويه بس والله. قد الساعة 12 الى 10 والله كم قعدنا. نزلنا 8:30 تقريبا 8:30 ولا 9 ما ادري والله 8:30 او 9 الا نزلت. والحين الساعة 12 ابو خالد لو بطيعة ما بيطلع الا العصر خليته وطلعت. وما شاء الله اليوم الله ساق له الرزق يستاهل جعله بالعافية يستاهل. مساكم الله بالخير. اليوم برضو السبت الحين الساعة 4:30 العصر. أنا والشباب برضو ندور قاروس ندور قواريس نشوف موقع هنا صيد فيه ما شاء الله. شوف الأجواء كيف أقول لكم الأجواء أقول لك
ما في السنة هذه ما في صيف صدق. أيوة. والله السنة هذه ما كان صيف. سبحان الله أجواء زي كذا. يعني أيام بس قليلة اللي جاء فيها حر. الباقي. والشباب قد هم ماشيين بيصيدوا معي المغرب وبيحركون هم. نشوف برضو قراويس أو قواريس يا ماي. ندور لها فيه هنا الوادي اللي صورته اليوم في الصباح اللي نزل فيه السيل. نشوف إن شاء الله يكون فيه مشية الله تعالى. هذا الموقع شوف السيل باقي لكنه خفيف. أنا هذا الموقع. ابو خالد ماشي في حركه على المويه صدق ماشي في حركه ما شاء الله. ها اذا حجم كبير ما تشوف حركه بالله بسم الله. الله الكريم ما ادري ما اشوف في حركه ترى اول لما صدف هناك في الوادي ايش حركه الربيان مليان كان. شوف السيل الى فين وصل وصل الى هنا يعني ارتفاعه من عندي كذا شوف وانا هنا جاي من فوق شال الحجار هذه ودخل هنا وكسر مزفرة اللي هناك الطريق كسره اللي في المنطقة هذيك. ونشوف هنا وصل له هنا كان في شجرة هنا شوف هذه شالها وصخور هنا وحفر هنا والله فين تلاقي سمك هنا ما في شال السيل الحجر والشجر وكل شيء حتى السمك ما بتلقى. أما لو سيل خفيف كان ممكن لكن كذا ما ظنيت نقول نجرب ما ظنيت في شيء هنا زي ما قلت لكم السيل جاي ما شاء الله تبارك الله بارتفاع الكوبري شال الدنيا هذه كلها شال كل شيء حتى السمك. بنمر على القحمة هناك الحين الساعة تقريبا 5 إلا يبغى لنا نص ساعة إلى هناك في منطقة هناك برضو يطلع الشباب من ناقاروس بروح نجرب فيها قبل ساعة كذا ساعة إلا في شيء ولا خلاص الشباب بيطلعون وأنا برجع البركة هنا وبطلع بعد بكرة لكن نروح نجربها هي المنطقة ناخذ يومنا بأولها. هذا هو الموقع لكن ما ادري كيف الوضع شوف كيف لون المويه من اثر السيول البحر كله من نايلين البرك واعتقد لين الحليظ والمحلات هذه شوف كيف عكر مويه سيل ابو خالد وحسن شغالين اكتفيت فيهم لاني شفت البحر كذا في زي الزبد مليان قلنا نشوف اذا طلع شيء معاهم نزلت سناره لا شوف الاعواد هذه شوفها مع الموج شوف كله زبد من اثار السيول ما في شيء خلاص انا بحرك على البرك والشباب قدهم طالعين على ابها الله يوصلهم بالسلامه. الموية عكرة مرة وفيها زي الأشجار كذا ما تنفع ومننا لبكرة نشوف أي محل يا ندور قاروس يا هوامير نشوف جلبان مننا لبكرة الصبح توكلنا على الله.